السؤال الثاني يقول: عادة حينما يحين وقت شراء حاجات البيت الشهرية أبحث عن العروض التي تقدمها المحلات، سواء كانت دخولا في السحب أو جوائز، وأحيانا أحصل وأربح وأحيانا لا أجد، لكن فاجأني زميلي أن هذا حرام، فهل كلامه صحيح لأنه شككني؟ السائل هنا يسأل عن أنه حينما يريد أن يشتري حاجات البيت الشهرية أنه يبحث العروض في المحلات التجارية، حينما يجد محلا عنده عروض معينة يقول: سواء كانت سحبا أم جوائز عينية أم غير ذلك أم نقاط، يقول: أقصد هذه المحلات، هل في ذلك حرج أو لا؟ نقول: لا، ليس في ذلك حرج بإذن الله تعالى. فهو يشتري سلعا معينة معروفة بأثمان محددة، أن تكون فيها جوائز بعد ذلك هذه تبرعات من أصحابها، من أصحاب المحلات لهذا الإنسان، وإن كانت داخلة من ضمن الأثمان لذلك لا حرج. هذه التبرعات سواء كانت جوائز عينية أم كانت سحوبا من طريق السحب أيضا لا حرج، لأنها هبة ما دام يقصد السلعة ولا يريد غير السلعة فلا حرج في ذلك. الحرج يكون في حالة واحدة، حينما ترفع أسعار السلع ويدخل هو في سحب، بمعنى لو كانت السلعة ب5 ريالات من حيث الأصل بدون جائزة وقالوا له ستدخل في سحب ونبيعك السلعة ب6 ريالات أو 7 ريالات، هنا لا يجوز إذا كانت أعلى من القيمة، لأنه سيشتري السلعة ب5 ودفع ريالا أو ريالين في مقابل الدخول في سحب، وهو لا يعلم هل سيكون السحب له أم لغيره. هذا هو الغرر الممنوع في الشريعة الإسلامية، بل يسميه بعضهم قمارا، وعلى هذا لا يجوز إن كان الثمن أعلى من المعتاد، لأنه دفع ريالا في مقابل سلعة لا يعلم عنها هل تصل إليه أم لا. أما إن كانت السلع واضحة، إن كانت الجوائز واضحة ورفع في السعر أيضا لا حرج. إن كانت الأسعار هي ولم تتغير ولو كان عن طريق السحب لا حرج على هذا، والله تعالى أعلم.